ايه يا حبيبي؟ يا رفاق استعيط ليه؟ ملك مات يا بابا. ملك مات؟ انت دلوقتي حنان في المستشفى، كنت لسه جاي من هناك. ده حتى ما لحقتش اشوفه ولا اقعد معاه. طب يا رب كان استنى لحد ما يعرف ان انا ابوه. مالك يا دنيا نازله على دماغي بالمرزبه ليه؟ استغفر الله، قلبي وجعني يا واحد. قلبي وجعني قوي. شكرا. اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. ابنك هو ابني وحقه مش هضيعه. بعدين خضر، بعدين اخويا. يلا بينا يا ابو. يلا يا نور عين امك. حقيقي صدق من قال ان الزمن بيعيد نفسه. يعني ايه؟ مش فاهم. اصلك طيب، بكره تفهم كل حاجه. يلا يا نور عين. يلا حبيبتي. اخويا خلينا اتسند عليك، مش قادره. انتم السابقون ونحن اللاحقون. ملك ابني في وشك ليه؟ يكونش المرحوم قريبك؟ لا ما كانش قريب، بس كان عيل صغير يعني ما اذناش في حاجه. وبعدين من امتى بندخل عيال صغيره في حواراتنا؟ ما كانش ليها لازمه. يلا بينا. خليك جنبها ما تسيبهاش، الله يكون في عونها، هي محتاجة لك قوي دلوقتي. ماشي، روح انت. يلا شد حيلك اخويا ونعم بالله. شد حيلك يا نصار. الشد على الله. شد حيلك يا عائشه، انا عارف ان وجعك كبير. بقاء لله. مش عايز حاجه بامانه. تعيش عايز. مش عايز فلوس. شكرا عايز. بقاء لله ونعم بالله. شد حيلك عايش. اللي انت بتعملي في نفسك ده لا هيرجع اللي راح ولا هيبرد النار اللي جوانا. وحق مالك دين في رقبتي هجيبه، هجيبه. ولو احتجت اي حاجه انا موجود. انا مش عايزه اي حاجه منك.